اهلا بيكم معانا من الفاصل، ونرحب بالدكتور محمد مجدي احمد، مدرس واستشاري الامراض الباطنه والسكر وغدد الصماء والتغذيه العلاجيه. اهلا بيك، اهلا وسهلا بحضرتك، منورني. الله يكرمك والله يبارك فيك. طبعا قصه السكر في مصر قصه جميله ومنتشره بشكل غير عادي. اتفضل. مصر يعني تعتبرها حاليا التاسع عالميا او من التوب 10 في معدل حدوث السكر، وكان متوقع كمان يعني ان احنا مع الوقت ممكن نتقدم في المركز كمان. بس ما قالوش طب في السنتين الثلاثة الأربعة اللي فاتوا بعد البرنامج بتاعي، ما هي قالوش. يا ريت نفسي أسمع بس خبر حلو كده لا ان يعني. شاء الله، انا شايف ان يعني بعد حملة 100 مليون صحة والحاجات اللي بتحصل حاليا، فاعتقد يعني دي ممكن المؤشرات دي تتغير خالص. وبعد تفكير دلوقتي الشوفان، وإن احنا نبدل دي الأبيض والقمح بالشوفان، ده في السنين اللي فاتت حاسس إنه فرق شوية؟ طبعا الناس بقى يبقى عندها خبرة دلوقتي، وبقى في ثقافة عامة من خلال القنوات بتاعت حضراتكم، من خلال النت، ومن خلال زياراتهم للأسر يعني في الدكاترة في الأماكن المختلفة، فما شاء الله المعرفة زادت دلوقتي طب الحمد إن شاء الله. لله. طيب توب 9 على العالم، على العالم يعني مركز التاسع على العالم في عدد اللي عندهم السكر. طبعا دي كارثة كبيرة جدا، وده راجع طبعا إلى سوء التغذية، إن ناس كتير جدا بتحب الحلويات الشرقية، بتحب تاخد شاي بسكر كتير، بتحب تاخد مخبوزات بشكل بالظبط. رهيب. حضرتك المصريين كمل بقى، ايه السبب؟ والله المصريين بيحبوا العيش جدا، يعني معظم الشعب المصري معتمد على العيش باعتماد كبير جدا، حتى في اي وجبه يعني بياخد اكتر من رغيف ورغيفين وبالليل والصبح في اي وقت. فطبعا كميه النشويات العاليه دي من الحاجات طبعا ما بقاش مش عيش بس، ده يعني الحاجات المعموله من قلب القمح اللي هي الدقيق الابيض، مش بياخدوا الحاجات معمولة من حبة كاملة يعني، وبيبقى فيها ألياف فبتساعد إن هي تشبع شوية وبتقلل امتصاص السكر. بالظبط. طيب احنا محتاجين يعني نفهم الناس بقى يعني ايه سكر، تمام ويعني ايه تايب 1 وتايب 2، نفهم الفرق بينهم. تمام اتفضل. هو السكر يعني هو حالة من ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، وسكر يعني اللي هو الجلوكوز في الدم، وبينتج طبعا عليه منه ان هو بيترسب في انسجه مختلفه وبيغير تركيب حاجات كتيره في الجسم، وبيؤدي الى مشاكل كبيره جدا، وبيخلي الانسان مش عارف يعيش حياه طبيعيه. النوع الاول هو اللي بيصيب غالبا بيجي في صغار السن اللي هم بيبقوا اقل من 20 سنه، بيبقى غالبا نقص انسولين في الجسم. اما النوع الثاني اللي هو الانسان عنده بعض الانسولين بس بيقاوم الانسولين فما بيشتغلش بكفاءه، ومع الوقت بيتحول نوع زي النوع الاول اللي هو بيبقى اكنه ما عندوش انسولين. تمام. في انواع تانية من السكر زي اللي بتيجي اثناء الحمل، وساعات بتبقى فتره مؤقته وبعد الحمل بيتراجع تاني للمستويات الطبيعيه، بس ده بيبقى معرض ان هو قدام السيده دي تجيلها سكر من النوع التاني. وفي تمام. نوع انواع بسيطه بقى بتيجي مع ادويه معينه او مع امراض في البنكرياس او ما شابه، دي اقل نسبه خالص يعني. هل ممكن تيجي مثلا من كترة شرب الشاي والقهوة، لأنها بتسبب نقص في الجلوكوز برضو؟ هل ده ممكن يسبب يعني عن برضو طريق مشاكل؟ السكريات اللي بتحط على الشاي والقهوة، انما الشاي والقهوة نفسهم نفسها ما بتفرقش، مفيهاش هي كمية مشكلة. السكر المحطوطة على الشاي. طبعا متعودين كمصريين يحبوا جدا يحطوا الشاي الشاي عليها الصعيدي مثلا، حبر بأربع خمس معالق سكر. فاحنا نقدر نقول هو سكر بالشاي يعني العكس. طيب خلينا نفهم بقى المخاطر بتاعتها، يعني تبقى الناس عارفة. يعني هو مبدئيا احنا فهمنا دلوقتي فرق ما بين تايب 1 وتايب 2. تايب 1 اللي هو ممكن يتولد اصلا بيه، او اللي بيجوا في صغار السن عشان البنكرياس نفسه عنده مشكلة ما بينتجش انسولين. تايب 2 اللي هو بيجي مع الوقت او سوء التغذية، فبالتالي حساسية الانسولين او الخلايا اللي بتستقبل فيها مشكلة فبينتج ايه، تايب 2. تمام طيب ده بيجي مع سوء التغذية او عوامل وراثية. تمام طيب ايه الاعراض بقى، يعني ايه الاعراض اللي الناس تتوقعها؟ هو اول حاجه لازم نبقى عارفين كلنا ان مش لازم استنى اعراض للسكر، انا دايما اللي بحاول ادور عليه ما استناش ان هو يعمل اعراض، لان لما بيعمل اعراض معناه ان هو وصل لمستويات عاليه جدا. فعشان كده احنا بنعمل حملات، ودلوقتي بقى روتيني جدا بعد سن ال 40 سنه كل 6 شهور بنقول للناس ده جزء من التشيك اب بتاعك انت تعمل سكر صايم وفطر، يعني ده بقى روتين دلوقتي. اما الاعراض بقى طول الوقت بدون اعراض. على فكرة احنا مستنيين بالظبط مكالماتكم، في استشارات مجانية
عند الدكتور للمتصلين، فاللي عنده أي سؤال يقدر يتكلم ويكسب في نفس الوقت. تمام. اتفضل. الأعراض بقى اللي ممكن تحصل من السكر لما بيرتفع جدا، بنلاقي المريض بيبتدي يشتكي إن هو ابتدى يجوع كتير وياكل كتير، ويبتدي يروح على الحمام بول كتير، ويلاقي نفسه هزلان وتعبان ومش قادر يتحرك. دي الأعراض اللي هي معروفة عند معظم الناس. في أعراض بقى ممكن يجي المريض بأول مرة بأعراض المضاعفات، يعني اللي هي ابتداء من تأثر في شبكية العين، تأثر في الأعصاب الطرفية، بيبقى فيه تنميل وحرقان وشكشكة ووخز في الأطراف. ممكن يجي بسبب مشاكل في القلب، يحصل له مشاكل في الشرايين التاجية وانسداد، وممكن لا قدر الله جلطات في القلب، ممكن جلطات في أو شرايين المخ وشرايين الأطراف. دي بالنسبة للمضاعفات. يعني السكر ممكن يجيب مشاكل قلب طبعا وضغط بقى، هما ثلاثي معروف. بقى هو دلوقتي السكر والضغط والكوليسترول يعني مثلث كده، كلهم يؤدوا إلى حدوث القلب. ما هي اللي ما بيخليش باله وبيخش في المثلث ده، دي بتسحب دي على طول. وبيكملهم كمان دهون الكبد، ده بقى جزء من يعني ترسب الدهون على الكبد، هيبقى هي ده الفترة اللي جاية، ده أشهر أسباب اللي هتؤدي لتليف الكبد بعد ما نقضي على الفيروس سي إن شاء الله بإذن الله. ان شاء الله. طيب احنا ناخد تليفون معانا. الو، الو، اهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم اتفضلي. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل الو، اتفضلي يا فندم، اتفضل، سامعين حضرتك. الو، ام احمد اتفضلي. لا مش سامعين، معلش حاولي تتكلمي تاني. تمام. يبقى اللي يليه بعد الثلاثي المعروف اللي هو السكر والضغط والقلب، يليه بعد كده الدخول على تليف الكبد بسبب الدهون. تمام. والكلى طبعا احنا دي اهم حاجه في السكر، يعني ممكن الكلى بتسبق الكبد كمان، يعني تمام. بيجي ناس كتيره قوي فلا قدر الله بقصور في وظائف الكلى او تورم في القدمين او كميه البول نفسها بتقل مع الوقت، ولا قدر الله ممكن يوصل للفشل الكلوي. تمام. طيب يعني حضرتك تنصح بإيه عموما؟ يعني لما الواحد يحس بالحاجات دي يروح على طول يعمل تحليل، ولا يروح الأول لدكتور، ودكتور مين يعني نفهم بالظبط هو طبعا سايكل؟ المريض لما بيكون عنده تاريخ مرضي مثلا في العيله، والده او والدته كان عندهم سكر، ابتدى سنه يتقدم في السن، او لو احنا قلنا صغير وحصل اعراض زي اللي احنا قلناها في قبل كده، اللي هي انخفاض الوزن والشهيه على طول مفتوحه الاكل وكده، بيبتدي يعني يروح شهية للدكتور. مفتوحة ومع ذلك بيبقى فيه انخفاض وزن، صح بالظبط. كده؟ لان الجسم بقى فيه نقص في الانسولين، فبيحرق المخزون من البروتين ومن من الدهون اللي موجوده في الجسم. تمام. ده في النوع الاول. عكس النوع الثاني اللي هو عنده مخزون زياده في الدهون وبيبقى عنده مقاومه للانسولين، فبيبقى برضو عنده اعراض سكر. طبعا الدكتور الباطني هو اللي مسؤول عن فحص المريض، وهو اللي بيشوفه ويسمع من يعني يسمع منه الاعراض لو موجوده للسكر او مش موجوده، ويبتدي بقى يفحصه كويس. في علامات أثناء الفحص ممكن تعرفنا إن الإنسان دوت عنده قابلية للسكر، يعني بنشوف علامات في الجلد بتاعة الرقبة مثلا. طب اشرح لنا اكتر يا ريت. في مثلا بيبقى في لون غامق في منطقة الرقبة، بيبقى عامل زي القطيفة كده ولون غامق، فدي لما نشوف حد عنده كده حتى لو ما عندوش سكر حالي نقول له أنت لازم تخس، لأن أنت لو ما خدتش بالك قدام شوية ممكن يحصل سكر، وبيبقى وكمان في سن الشباب حتى، يعني بيبقى نوع تاني بس جاي بدري عن يجيله نوع تاني من السكر، بس يجيله بدري عن الطبيعي. أعتقد الأعراض دي كلها جاية جديدة بسبب العصر دلوقتي، الفاست فود والحاجات، المشروبات اللي بقت مليانة في كل حتة عن زمان. يعني زمان ما كانش فيه، ما كانش فيه كان كل سكريات حاجة طبيعية أكتر. وكل حاجة دلوقتي فيها فركتوز بكميات عالية جدا، بيغير الحرق في الجسم جدا، وبيوصل دهون الكبد بيزودها جدا. فلا احنا نرجع للاكل الطبيعي اللي احنا عارفينه من زمان، اللي هي الخضروات والفواكه بكميات معتدله برضو، مش كميات مفتوحه على البحر زي ما الناس ما بتظن ساعات. زي ما قلنا المكسرات من الحاجات اللي فيها دهون طبيعيه، بس ما تكونش محمصه عشان الدهون ما تفقدش تركيبها الكيميائي. هقف بس حتة صغيرة عند الفاكهة،
بخصوص الفاكهة عايزة اقول لكم الناس اللي فاهمة انها تقدر تخس من الفاكهة، وكتير جدا بياكلوا فاكهة بعد المغرب، وكتير دايما تسمع اي نظام بياكل كذا ومظبوط مظبوط مظبوط، وفاكهة بقى بالليل تلاقي نص الشعب بياكل كده. فيا جماعة الفاكهة كتير، والفاكهة اصلا بعد المغرب مش حاجة بنصح بيها خالص. غير ان الفاكهة انا في بقى دراسة اتعملت، ناس مشوا على رجيم فاكهة ما خسوش ولا حاجة، ولا يمكن زادوا كمان. فالفاكهة بتزود لو احنا كلنا اكتر من فاكهية في المرة وكوجبة لوحدها مش مع حاجة، صح كده يا دكتور؟ حضرتك اكد برضه معايا. صح طبعا. وهي بحب انا استعمل الفاكهه يعني كوجبه خفيفه ما بين سناكس ما بين الوجبات، بحيث ان المريض السكر لو حس باعراض هبوط مثلا ممكن يستغلها وتبقى ما تعللوش السكر بصوره. حلو قوي، خلينا برضه نتكلم على الفاكهة بس بعد المكالمة. الو تمام. بقول لك 12. الو الو، اهلا اهلا. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام السلام ورحمه الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته، اتفضلي. بقول لك لو سمحت انا ما باكلش سكر خالص طول حياتي، طول العمر طول الوقت سكر دايت، بعمل على طول فجأة جالي سكر، ليه بقى؟ هو مرض السكر مش معناه ان انا باكل سكر بس فهو يجي لي سكر، في عوامل كتيره في هي اللي بتخلي الواحد يجي له سكر زي ما احنا اتفقنا كده، جزء منها وراثه وجزء منها طبيعه الحياه اللي أمي عايشها. عندها سكر تاني، من سمعك قولي تاني. في ممكن أدوية تجيب سكر؟ أدوية طبعا في ادويه كتير ممكن قوي ممكن أدوية تجيب تجيب سكر، سكر؟ ده جزء من أدوية الفحص اللي احنا من الدكتور بيقعد مع المريض بيساله دايما ايه الادويه اللي انت ماشي عليها. في ناس كتيرة ما بتاخد كورتيزون على أي سبب سواء طبي أو سبب غير طبي بالمرة، في ناس بياخدوا كورتيزون عشان يتخنوا وده طبعا خطأ فظيع جدا المفروض ما حدش يعمل لأن أضراره كتيرة في الجسم، من ده السكر وارتفاع الضغط وهشاشة العظام والتهابات المعدة وحاجات كتيرة جدا، فدي من الأدوية اللي طبعا ممكن تأثر تؤدي إلى سكر. طيب يا أمل، انتي كسبتي معانا عموما. ان شاء الله يديكي استشارة عند الدكتور، شرفت يقدر يعرف منك بقى بالظبط المشكلة فين، ايه اللي خلاه يجيلك سكر. تمام، ريني خدت رقمك وان شاء الله تتابعي مع الدكتور. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. اهلا بيكم معانا من الفاصل، مكملين مع دكتور محمد مجدي احمد، مدرس واستشاري لامراض البطنه والسكر والغدد الصماء والتغذيه العلاجيه. كنا واقفين عند حته الفاكهه وانواعها، واحنا في الفاصل اتكلمنا برضو على السفره، الوصفات اللي عملناها النهارده الحمد لله الوصفات، بدل الرز مثلا في المقلوبه لا فريك فما بيرفعش سكر الدم برضو، وبدل المعجنات او الدقيق في البيتزا عملناه بالبتنجان، فبالتالي كل الوصفات ديت مناسبة جدا لمرضى السكر، صح يا دكتور؟ تمام. تمام، حضرتك تشجع الفريك صح؟ لا الفريك طبعا جميل يعني طالما حاجة فيها حبة كاملة بيبقى فيها ألياف وبيبقى معدلها اللي بيرفع بيه السكر في الدم بيبقى أبطأ من الحاجة المعمولة بدقيق عادي. وبدل المعجنات البيضة في البيتزا البتنجان المشوي، ايه رأيك؟ لا فكرة هايلة بصراحة. أرضية. تمام. طيب نتكلم بقى على انواع الفاكهه. ناس كتير جدا بتسال ايه الانواع الفاكهه اللي ما ينفعش ناكلها لو في سكر او في خطوره ان ممكن يبقى فيه سكر. تمام. هو اول حاجه يعني كذا حاجه احنا بنقولها للمريض، اولا حجم الثمره نفسها قد ايه، في فاكهه ثمره كبيره دي بتبقى وحده وفي حاجات صغيره ممكن يبقوا وحدتين، دي اول حاجه الحجم الفاكهه. ثاني حاجه كميه السكر اللي فيها، في فاكهه معروفه الناس كلها عارفاها اللي هي فيها سكر عالي زي البلح والتين والمانجا والعنب، دول محتوى السكر فيهم عالي شويه فدول انا يعني اخليهم على جنب كده واخدهم بحذر وباخد كميات بسيطة منهم، يعني أنا بقول للمريض مثلا ياخد مثلا حبة عنب على قد إيده مثلا بلح حقيقة أو اتنين مثلا أو نص منجاية صغيرة، بحدد له كمية معينة عشان ما يحسش إن هو محروم. تمام. في فاكهة بقى أنا بقول له ما فيهاش سكر عالي زي الجوافة المشمش الخوخ البرقوق، دي ممكن ياخد منها ثمرتين حاجات صغيرة مثلا ياخد منها ثمرتين ومناسبة يعني. تالت حاجة التوقيت بتاع الفاكهة نفسها اللي أنا أخدها مثلا كسناك بعد الأكل بساعتين تلاتة دي بتبقى أفضل للمرض. تمام. طيب خلينا بقى نتكلم على قصة سكر وكورونا. تمام. اتفضل. طبعا هو يعني مريض السكر دايما بنبقى خايفين عليه لأنه مناعته دايما أقل من الطبيعي، ف
فبنقول له دايما خلي بالك احتاط عشان ما يجيلكش العدوى، ونبقى بعد كده قلقانين عليه. معدل الخطوره بتبقى عالي لما بيجي له الاصابه نفسها. فالاجراءات العاديه لازم اللي احنا بنعملها في الطبيعه لازم هو يبقى ملتزم بيها اكتر واكتر، وينصح بيها حتى اللي حواليه. يعني لازم جوانتيات، ماسكات، كحول معاه على طول، ما يتواجدش في اماكن فيها زحمه، يطهر الاسطح باستمرار. فدي اللي هي النصائح العامه ليه. ده بالنسبه للكورونا. طبعا اليومين دول احنا في موسم الخريف، وده قبل موسم الانفلونزا، وتطعيمات الانفلونزا متواجده دلوقتي. فانا بنصح برضه الناس كلها، يعني معظم الناس اللي عندهم سكر، ياخدوا تطعيم الانفلونزا، لان ده حاجه بتقلل حدوث مضاعفات الانفلونزا. لان احنا جايين علينا موسم بتاع الشتاء ده، ممكن يبقى فيه انفلونزا، ممكن يبقى فيه كورونا، وممكن بقى الاثنين. فاحنا نحتاط بالحاجه اللي معروفه لغايه دلوقتي الانفلونزا، وان شاء الله بس لما فاكسين الكورونا يبقى تراستد، والدراسات موثوق فيه. تبقى اثبتت نتائج كويسه، الناس كلها تاخده باذن الله. تمام. طيب ناخد تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام خالد؟ اهلا بيك يا حبيبتي. انا معجبه بالبرنامج بتاعك جدا حبيبتي. ممكن اسال الدكتور لو سمحتي؟ طبعا اتفضلي. لو سمحت دكتور، انا لما باكل فاكهه، اما باكل فاكهه دايما بخش الحمام باستمرار. انا الحمد لله ما عنديش سكر ولا ضغط. ده يبقى ممكن استعداد للسكر لا قدر الله؟ حضرتك عاملة تحاليل يعني او بتقيس السكر، ولا ما عملتيش قبل كده تحاليل؟ لا لا، كنت يعني كنت بحلل امل، كنت عاملة تقرير مفشر ومحللة الحمد لله، كانت نسبة كويسة. بس دايما ما باكل فاكهة بدخل الحملات باستمرار. ده يعني يكون استعداد لا قدر الله للسكر ولا حاجة؟ واحنا برضو عايزين نعرف برضو الكمية اللي حضرتك بتاخديها، كمية بسيطة ولا كمية كبيرة؟ لا كمية معتدلة يعني. يعني معتدلة قد ايه؟ ما احنا لازم بنفس الدكتور بيفضل يستفسر. مثلا يعني مثلا مانجاية متوسطة او جوافية متوسطة يعني كده. تمام. بنقول دايما حضرتك احنا نعمل تحاليل كل فترة. لو حضرتك عديت سن 45 سنة، كل 6 شهور نعمل تحاليل علشان نتاكد ان مفيش سكر، يعني صايم وسكر، صايم وفاطر. وساعات بنعمل التراكمي. انا كنت عايز اتكلم على ما قبل السكر، دي حاجه مهمه قوي، لان في ناس كتير قوي عندهم حاله اسمها ما قبل السكر، اللي هو ارتفاع في ارقام السكر اللي هو الصايم والفاطر عن الطبيعي، بس ما وصلش للارقام اللي احنا بنشخص بيها مرض السكر. فالمرضى دول لما احنا بنركز عليهم في الدايت وبنخليهم يخسوا كويس قوي، وممكن يحتاجوا بعض الادويه زي الميتفورمين، بيجيبوا بسكر بينزل تاني للارقام الطبيعيه، وبيمنع حدوث نوع تاني من السكر. لو استمر زي ما هو في نفس المعدل الاكل بتاعه ونفس زياده الوزن، بيوصل لسكر تاني. هي دي بقى الحته اللي انا متخصصه فيها، واللي بحاول ان انا بجد انصح الناس بيها، وصفات اللي تساعد على انكم يعني سكر دم ما يترفعش فيها، عشان تبقوا دايما في حاله صحيه، ما توصلوش ابدا ان يجي لكم سكر خالص. تمام. بل بالعكس، ناس كان عندهم بدايات سكر، بعد ما عملوا الحمد لله 7 خطوات او مشوا على الوصفات بتاعتي، ظبطت معاهم جدا، ورجعت المعدلات بقت مظبوطه الحمد لله. تمام. ففعلا الاكل مهم جدا 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 عشان تظبطه. طيب في ناس مش بتستحمل ميتفورمين، ماده الميتفورمين طبعا في كذا دواء ليها، يعني هي ماده بس ممكن نلاقي منها شركه كذا عاملاه، شركه كذا عاملاه، اسماء تجاريه مختلفه. بالظبط. يعني في ناس مش بتستحمله خالص، بيجيب معاها مشاكل اسهال مثلا او وجع في المعده او كده. بالظبط. فايه الحل؟ هو طبعا هو ميتفورمين ده هو الاساس عندنا في النوع الثاني من السكر. طبعا النوع الاول ما بينفعوش ميتفورمين خالص، لان هو علاجه انسولين، فده مختلف عن اللي احنا بنتكلم عليه. احنا لما بنبدا دايما للمريض بنبدا بجرعه بسيطه، ويعني احنا جرعته مثلا ممكن نبدا ب 500 مللي جرام في اليوم، واقصى جرعه ليه 2000 مللي جرام في اليوم. انا مثلا ببدا للمريض ب 500، وبعد اسبوع او اسبوعين المريض سكره لسه عالي بنزود تاني، لغايه لما نوصل لارقام مظبوطه. ولما بنزود بالتدريج كده، ده بيقلل حدوث الاعراض الجهاز الهضمي، اللي هي ممكن تبقى اعراض بسيطه مقابل ان انا باخد حمايه للقلب وحمايه للشرايين وحمايه للكبد، حاجات كتير قوي. ميتفورمين دواء رائع للسكر النوع التاني. طيب في ناس كتير او دكاتره كتير بتنصح بيه للدايت عامه؟ لا، هو الميتفورمين لا يعطى الا للمريض اللي هو ما قبل السكر، اللي احنا قلنا ارقامه اعلى من الطبيعي وما وصلش لارقام السكر بس معاه سمنه، هي دي ساعتها ممكن ندي ميتفورمين. انما المريض اللي هو عنده سمنه فقط وارقام السكر بتاعه في الرينج الطبيعي، ده ممنوع ان احنا نستعمله من الدوش. نسمع بقى كويس قوي 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 النقطه دي، لان يعني في دكاتره كتيره بتكتبوا كتير يا جماعه على طول ميتفورمين مع اكلكم، وتلاقي الناس على طول تاخد.
دي كارثة، هنرجع لها تاني. معانا تليفون. الو، الو. ايوه لو سمحت كنت عايزه اكلم الدكتور بعد اتفضلي اذنك. اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. بقول لحضرتك، وانا عندي بنتي عندها السكر، مريض السكر. هي كام سنه يا فندم؟ واكلها يعني ايه، بتاكل اكل يعني ساعات الشتات والحاجات دي بتاكلها. تمام. وبتاكل برضو حاجات يعني ايه، ممكن بتاكل ايس كريم، الايس كريم غلط فيها؟ تمام. هي كام انا سنه عايزه يا فندم؟ اعرفها. هي عندها كام سنه؟ 13. 13. طيب تمام. ثلاثة. هو الايس كريم من تمام، شكرا على المكالمة. اتفضل. شكرا. هو الايس كريم من الحاجات اللي هي فيها كالوريز عاليه وفيها دهون عاليه وفيها سكر، فهو مش من الاكلات المستحبه للصحه العامه او يعني ما حدش يجي له سمنه. بس يعني لو هي عشان سنها ومعيه وما عندهاش سكر، لو كانت مره مثلا كل فين وفين وعملت معاديها رياضه او كده ممكن، بس ما يبقاش كل يوم ايس كريم مثلا. طيب عموما احنا معانا الثلاث مكالمات اللي جم ان شاء الله، اخر مكالمتين كمان كسبوا معانا ان شاء الله استشاره مع الدكتور. طيب احنا اخر حاجه بس عشان نختم الحلقه، الدكاتره اللي بتكتب ماده الميتفورمين للدايت للناس اللي ما عندهاش سكر ولا بوادر سكر، ولكن بيكتب لهم الميتفورمين علشان يخسوا، اتفضل. لا ممنوع. انا يعني دايما لما يجي لي المريض مثلا بيشتكي من سمنه، انا بندور على هل عنده قابليه للسكر او لا، فممكن بنعمل سكر الصايم والفاطر والتراكمي. لو لقينا اي حاجه من دول عاليه ممكن، مع بالاضافه طبعا الى تغيير نمط الحياه، يعني المريض يلعب رياضه ويظبط اكله زي ما احنا بنتكلم، ممكن يزود ساعتها الميتفورمين وبجرعات تدريجيه زي ما احنا تمام. اتفقنا. اوكي. طيب احنا معانا تليفون. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا تيري، عاملة ايه؟ أنا أول مرة أكلمك. حبيبتي ليا الشرف، أهلا بيكي. والله أنا كمان ليا شرف جدا، وبيعجبني جدا نمط حياتك وأسلوبك ما شاء الله يعني. حبيبتي شكرا. وأنا برضو الحمد لله أنا محافظة على جسمي من وأنا صغيرة، يعني أنا 164 ونص، ووزني يعني بيتراوح 56 حاجة كده يعني. حلو جدا، ايديال. بس أنا السكر بقى اللي مش مناسب معايا خالص، مش عارفة ليه. من وانا صغيره انا جالي، انا عايزه اسال الدكتور. اتفضلي. هو انا عندي من وانا سن 10 سنين جالي السكر، انا عندي دلوقتي 36. ده النوع الاول. اتفضلي. ايوه باخد ايه. طيب معلش الخط قطع، بس شيماء معانا برضو، معانا برضو تاخد استشاره صح؟ تمام. خلاص ناخد بقى شيماء برضو استشاره. يا شيماء عند الدكتور مجاني، ايريني اخدت رقمك، لو ما كانتش اتصلي تاني عشان ايريني تاخد رقمك. بس انا ممكن اجاوب على سؤالها. هي غالبا نوع اول سكر. طبعا مفيش حاجه 100% في الطب، لازم الواحد يشوف المريض ويسمع منه ويشوف. بس لو هي من 10 سنين بدا عندها سكر وهي بالمعدل الكتله الجسم بتاعها ده مظبوط جدا، فغالبا هي ما عندهاش مقاومه انسولين، عندها قله انسولين. تمام. فغالبا بيبقى فيه التهاب في البنكرياس بسبب فيروس او بسبب ظروف يعني في البيئه نفسها، تلوث او ما شابه، بيأثر على البنكرياس يخليه ما بيفرزش الانسولين كويس. تمام. عشان كده برضو ممكن رفع معاها صح؟ بالظبط كده. وممكن هي برضو يكون عندها يعني معرفه بالدايت وبتحاول تبقى ما بتزيدش، عشان لو زادت برضو يبقى كانها نوع اول ونوع تاني مع بعض. اوكي. فلازم برضو تحافظ على وزنها زي ما هي ماشيه بالظبط. تمام. حضرتك نورتنا. الله يكرمك. بشكرك جدا على المعلومات دي. ميرسي جدا جدا. حضرتك تحب تقول اي حاجه بنختم؟ لا انا احب اشكرك شخصيا، لان انا بيجي لي ناس كتير قوي بكلمهم على يعني اجي اتكلم معاهم في نظام الاكل يقولوا لي لا احنا عارفين الكلام ده من سالي فويت، فانت بتوفري لي جزء في الكشف. طب والله ده اول مره اسمع الكلام ده، بشكرك جدا. شكرا. الحمد لله. يا رب دايما اكون يا رب جزء في افاده الناس يا رب. امين. شكرا. نورتني.